قال الله تبارك وتعالى عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فربنا عز وجل ليس له مثيل ولا عديل ولا شبيه. وحول هذا الموضوع المهم في بيان هذا الأمر العظيم نبقى الآن مع المحاضرة الدينية الجامعة لفضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء ولا يحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. نذكر بإخلاص النية لله عز وجل في حضور هذا المجلس. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وكل شيء عنده بمقدار. وقال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: إن الله خلق الخلق كيف شاء ولم شاء. الله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم وجعله دليلا على وجود الله، دليلا على وجوده سبحانه. وهذا العالم كما قال بعض العلماء سمي العالم عالما لأنه علم، أي علامة، أي دليل على وجود الله عز وجل. خلق الله هذا العالم لحكمة عظيمة، وهذا العالم دليل باهر، دليل عظيم، لا شك ولا ريب أنه يدل على وجود الخالق الذي خلق وكون وأبدع هذا الكون وهذا العالم. وخلق هذا العالم على أقسام وأنواع في الأحوال. فمثلا هذا العالم في الحركة والسكون على ثلاثة أنواع، يعني هذا العالم
في مسألة الحركة والسكون على ثلاثة أحوال. جزء كبير من هالعالم، قسم كبير من هالعالم يلي هو الإنس والجن والملائكة والبهائم والأشجار والرمال والبحار والأنهار وأشياء كثيرة أخرى، يعني جزء كبير من هالعالم، جزء كبير من هالكون في مسألة الحركة والسكون يتحرك مرة ويسكن مرة أخرى، فينتقل من سكون إلى حركة أو من حركة إلى سكون. الإنس والجن والملائكة والبهائم والأشجار والأنهار والبحار والرمال وأشياء كثيرة أخرى. إذن هالأشياء اللي ذكرناها وغيرها تتحرك مرة وتسكن مرة أخرى، وجزء من هالعالم يعني قسم كبير من هالعالم في مسألة الحركة هو في حركة دائمة. مثل شو؟ النجوم. النجوم منذ خلقها الله وهي في حركة دائمة، يعني بعض النجوم لها حركة بطيئة، بعض النجوم حركتها خفيفة جدا بطيئة جدا، وبعض النجوم لها حركة سريعة. يعني في 28 نجمة عند العشاء تكون في المغرب، وعند الفجر تكون صارت في المشرق. هذه حركتها شو؟ سريعة جدا. وفي نجوم لا تنتقل عن مكانها، وهي في مكانها لها حركة خفيفة جدا، حركة بطيئة جدا. يعني هذا قسم تاني من العالم هو في حركة دائمة. القسم الأول شو قلنا؟ يتحرك مرة ويسكن مرة أخرى، فينتقل من حركة إلى سكون أو من سكون إلى حركة. القسم الثاني اللي حكينا عنه هلا اللي هي شو؟ النجوم في حركة شو؟ دائمة. القسم الثالث من العالم في سكون دائم. القسم الثالث في سكون دائم، مثل العرش والسماوات. فالعرش والسماوات في سكون دائم. طيب إذا واحد سألك، لو واحد قال لك انت عم بتقول انه العرش في سكون دائم ما بيتحرك، كيف ورد في الحديث اهتز العرش لقدوم روح سعد؟ مين سعد؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه. هذا كان من المبشرين، كان من الأولياء، كان من الصالحين، وقتل شهيدا. طيب شو معنى اهتز العرش لقدوم روح سعد؟ هذا الحديث بعض العلماء أوله. شو يعني؟ قال معناه حملة العرش الذين هم الملائكة فرحوا بقدوم روح سعد. الشهيد أول ما يقتل روحه إلى أين تذهب؟ إلى الجنة. شهيد المعركة أول ما يقتل روحه تصعد فورا لوين؟ إلى الجنة. طيب سعد رضي الله عنه قتل شهيدا، فالعلماء أولوا هذا الحديث بأن حملة العرش الملائكة يعني فرحوا بقدوم روح سعد، هذا معناته. وقالوا ليس معناه أن العرش اهتز من مكانه. واضح الكلام؟ هذا قول بعض العلماء. طيب هل في حدا من العلماء قال إن العرش اهتز اضطرب فرحا حقيقة حصل ذلك؟ هذا قول لبعض العلماء. لكن ماذا تكون هذه المرة بالنسبة للزمن الطويل الذي مضى على وجود العرش وهو ساكن؟ يعني العرش منذ خلق إلى الآن
إذا كان تحرك هالمرة على قول هؤلاء العلماء، ماذا تكون هذه المرة بالنسبة لطول هذه المدة وهذا الزمان وهذا الوقت على العرش وهو ساكن؟ يعني كلا شيء. معناته أغلب أحوال العرش أنه في سكون دائم، ماشي؟ يعني لو قلنا أنه بعض العلماء قال بأن العرش اضطرب فرحا اهتز، طيب لو هن قالوا هيك، لكن باقي أحوال العرش من حيث الغالب شو؟ السكون. طيب كمان إذا واحد سألك أليس ورد في قصة المولد واهتز العرش طربا، واهتز العرش طربا، بتقول لهم هذا في هذا الموضع واهتز العرش طربا، هذا ما ورد في الحديث الثابت الصحيح، هذا ورد في بعض قصص المولد الواردة عن بعض العلماء. لكن على هذا القول كمان هذا شيء قليل جدا، يعني هالوقت القصير وهالمرة النادرة في قصة المولد وفي قصة روح سعد، هيدا الوقت القصير القليل بالنسبة للوقت الطويل اللي مر على العرش وهو ساكن كلا شيء. فإذا غالبا العرش في سكون دائم، فإذا العالم هذه المخلوقات في الحركة والسكون على أدي قلنا ثلاث أقسام. بعض المخلوقات في حركة دائمة مثل شو قلنا النجوم، بعض المخلوقات في سكون دائم مثل السماوات والعرش، وقسم كبير من المخلوقات شو يتحرك مرة ويسكن مرة أخرى. من الذي خلق هذه العوالم وخلق هذه الأشياء وجعلها على هذه الصفة؟ فلا يشبهها، فلا يشبهها، الخالق لا يشبه المخلوق. فتكون خلاصة المسألة أن الله منزه عن الحركة الدائمة. واضح الكلام لهون؟ خلاصة المسألة اللي شرحناها أن الله منزه عن الحركة الدائمة، ومنزه عن السكون الدائم، ومنزه عن الحركة مرة والسكون مرة أخرى. وإلا لو كان في حركة دائمة لكان كالنجوم، وهذا مستحيل، ولو كان في سكون دائم لكان كالعرش والسماوات، وهذا مستحيل، ولو تحرك مرة وسكن مرة أخرى لكان كالإنس والجن والملائكة والبهائم والأشجار والبحار والرمال، وهذا مستحيل. فإذا ما هو الحق وما هو الذي يجب اعتقاده؟ أن الله منزه عن الحركة الدائمة وعن السكون الدائم وعن الحركة مرة وعن السكون مرة أخرى. واضح الكلام؟ الله ماذا قال في القرآن؟ وله ما سكن في الليل والنهار. وله، يعني هذا خلق له، هذا خلق من خلق الله. ثم أليس قال وكل في فلك يسبحون؟ طيب الشمس والقمر والليل والنهار، هذا الأمر الذي أخبر عنه القرآن عن حركة الشمس والقمر، عن حركة الشمس والقمر وعن تعاقب الليل والنهار، هذه صفة مين؟ المخلوق. فلو كان الله كذلك لجاز عليه ما يجوز على المخلوق، وهذا مستحيل. إذن الله قال وله ما سكن في الليل والنهار، فيستحيل أن يكون هو كخلقه. واضح الكلام يا أخواننا؟ يستحيل أن يكون هو كخلقه، ولو كان كخلقه لما كان خالقا لهم. المخلوق لا يخلق، المخلوق لا يخلق. وله ما سكن في الليل والنهار، هذا خلق من خلق الله، هو أوجده، هو خلقه. وأبو حنيفة رضي الله عنه ماذا يقول؟
أن يشبه الخالق مخلوقه. شو يعني أن؟ يعني لا، لا يشبه الخالق مخلوقه. فإذا الله هو خالق الحركة والسكون وخالق الأجسام المتحركة والساكنة والمنتقلة من حركة إلى سكون أو من سكون إلى حركة. فإذا هذا كله مستحيل على الله، هذا كله مستحيل على الله. والله سبحانه خلق هذا العالم في الكميات والأحجام، بعضها أكبر من بعض، جعل هالمخلوقات هالعوالم بعضها أكبر من بعض. فأصغر شيء خلقه الله بحيث أنه لا يرى بالعين المجردة، شو اسمه؟ اسمه الجوهر الفرد، اسمه الجوهر الفرد. شو هو الجوهر الفرد؟ هو أصل كل الأجسام. يعني الجسم بيتركب من جوهرين فما فوق، فكل الأجسام شو أصلها؟ الجوهر الفرد. والجوهر الفرد من صغره لا يرى بالعين المجردة. الجوهر الفرد من صغره لا يرى بالعين المجردة، لا يرى. هذا خلق من خلق الله، هذا خلق من خلق الله. من الذي جعله على ما هو عليه؟ الله. فالله منزه عن ذلك. وأما أصغر شيء خلقه الله يرى بالعين المجردة، الذرة، الهباء. لما بتشوفوا طائط البيت أو الشباك ضارب فيه أشعة الشمس، بتشوفوا شيء مثل الغبار، كالغبار يتطاير في أشعة الشمس بكثرة، ما هيك؟ بالملايين. بتشوف شيء صغير كتير كتير في أشعة الشمس، من هذه الطاقة، من هذه النافذة اللي فايت فيها منها أشعة الشمس، ضوء الشمس، بيكون عم بتشوف فيها شيء كالغبار صغير يتطاير بكثرة. هذا اسمه الهباء. اسمه شو؟ الهباء. ويقال له الذر، ولمفرده الذرة. من صغره هذا، من حجمه الصغير، لو وضعت يدك هكذا عليه لا تحس ولا تشعر بأنك لمسته، لا تحس بأنك أمسكته من صغره، مع أنه بتطلع يعني بتقول بالمليارات بالملايين. طيب هذا شو اسمه؟ الذرة والذر والهباء، ما هيك؟ هذا يرى بالعين المجردة. لكن هل الجوهر الفرد يرى بالعين المجردة؟ لا. وبعد هذه الذرة اللي حكينا عنها بيجي أحجام تانية، بتجي أحجام أخرى أكبر من الهباء، أكبر من الذرة. يعني مثلا الحبة من الدقيق الناعم، بعدين حبة الملح، حبة السكر، وهكذا لتوصل إلى حبة بذر الخردل. حبة بذر الخردل صغيرة كتير، حبة بذر الخردل صغيرة جدا، يعني يمكن كل 4 حبات من بذر الخردل تعمل حبة سمسم واحدة. طيب ثم بعد ذلك من الأحجام لتوصل إلى حبة البرغل، ثم بعد ذلك من الأحجام إلى أن تصل إلى حبة الحنطة، القمح. وأدي بين كل واحدة من هول في أشياء، ما هيك؟ ثم بعد ذلك، أي بعد حبة الحنطة، إلى أن تصل إلى حبة الحمص. وبعد ذلك
كم من الأحجام إلى أن تصل إلى حبة العنب، وبعد ذلك إلى حبة الجوز، ثم إلى حبة البرتقال، ثم إلى البطيخ، وهكذا إلى حجم الخروف، إلى حجم الإنسان، إلى حجم الشجرة، وهكذا إلى حجم الجبل. طيب بعدين البحر، الأرض، وهكذا إلى العرش المجيد. كل هالأحجام، كل هذه الكميات، كل هذه المقادير على ما هي عليه، من جعلها وخلقها وأوجدها بالصفة التي هي عليه؟ وكل شيء عنده بمقدار. هو خالق المقادير والأحجام والكميات، فلا يكون حجما، لا يكون كمية. واضح الكلام يا أخواننا؟ هو خالق هذه الأشياء، كيف يشبهها؟ كيف يكون مماثلا لها؟ وهو قال: فلا تضربوا لله الأمثال. وماذا قال الحافظ الزبيدي رحمه الله؟ من قدر الله بمقدار كفر. يعني اللي بيقول أو يعتقد أنه الله حجم، أو الله كمية، أو الله له مساحة أو مسافة، هذا كافر منه مسلم. هذا كافر ليس بمسلم، لأنه كل شيء له حجم شو بيكون؟ مخلوق. كل شيء له كمية شو بيكون؟ مخلوق، محتاج لمن جعله على هذا الحد، على هذه الكمية. والاحتياجية تنافي الألوهية، والمحتاج ضعيف عاجز. والله ماذا قال في القرآن؟ ماذا قال؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وأيضا ماذا قال؟ قال الله سبحانه وتعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يعني ربنا منه بحاجة للعالمين، الله ليس محتاجا لأحد. فالكمية، الحجم اللي إله مسافة، اللي إله مساحة، شو بيكون؟ محتاج لمن جعله على ما هو عليه من شو؟ من الكمية والمقدار. والمحتاج مع عاجز مخلوق، والمحتاج عاجز مخلوق، المحتاج ضعيف مخلوق، وربنا قوي قاهر قادر. قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. هو خالق ليس بمخلوق. وقال سبحانه: والله غالب على أمره، ليس مغلوبا، ليس مقهورا. فالله عز وجل لا يكون مغلوبا، لا يكون مقهورا، فالله هو الغالب على أمره كما ورد في القرآن. ثم من اعتقد في الله عز وجل إنه له كمية صغيرة أو وسط أو كبيرة، فقد جعل له أمثالا لا تحصى. هذه المخلوقات مش فيها ملايين أو مليارات الأشياء الصغيرة، ملايين أو مليارات الأشياء الوسط، ملايين أو مليارات الأشياء الكبيرة. فمن اعتقد في الله أنه له حجم صغير أو وسط أو كبير، جعل له أمثالا لا تحصى أم لا؟ ومن جعل له أمثالا لا يكون مسلما، لا يكون مؤمنا، لا يكون عارفا بالله، لا يكون موحدا لله، لا يكون قد آمن بالله، لا يكون قد عرف الله. سيدنا علي بن أبي طالب ماذا يقول؟ من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. من اعتقد أو قال بأن الله له كمية، محدود يعني له كمية، هذا ما بيكون عارف بالله. ومن جهل الله، يعني اعتقده جسما، جسدا، حجما، كمية، شكلا، صورة، من اعتقده قاعدا على العرش، من اعتقده يشبه الضوء أو الغيوم، من اعتقده متحيزا في السماء، هذا ما بيكون عرفه.
ولا آمن به ولا عبده ولا وحده، بل هو كافر بربه، مثل ما قال مين؟ الإمام أبو الحسن الأشعري. فإذا سيدنا علي ماذا يقول؟ من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. إذا ربنا سبحانه منزه عن الحد والكمية، وهون انتبهوا معي شوي يا أحبابنا، ركزوا معي شوي. قول العلماء، علماء الأصول، علماء العقيدة، لما يقولوا عن الله ليس بمحدود، شو معنات عبارة ليس بمحدود؟ مش مثل ما بيظن بعض الجهال انه الله ممتد 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 ومتسع الى غير نهاية. لا، من ظن ذلك لا يكون مؤمنا بالله. اذا شو معنات لست بمحدود؟ ليس بمحدود يعني ما له حجم، ما له كمية، ما له مقدار، لانه خالق المقادير والكميات، فلا يشبهها ولا يماثلها ولا يحتاج لشيء من خلقه. إذن شو معنات لست بمحدود؟ ليس لك كمية، ليس لك حجم يا الله، هذه معناتها. زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وببركاته وعلومه، كان في يوم عرفة يدعو ليعلم الناس في موقف عرفة. شو يقول؟ لا إله إلا أنت سبحانك لست بمحدود، لا تحس ولا تمس ولا تمس ولا تجس. وهذا معنى الآية ليس كمثله شيء. زين العابدين يعني حفيد مين؟ سيدنا علي بن أبي طالب، حفيد السيدة فاطمة، حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هون قول زين العابدين لست بمحدود، شو يعني؟ ليس لك كمية، ليس لك حجم يا الله. وهون في غلط عند الناس شائع ومنتشر. شو بيقولوا؟ مثلا بيجي إنسان عند تاجر بيشتري لنقول 50 كرسي، 50 ساعة، 50 مروحة مثلا، بيقوم شو بيكتب له على الفاتورة؟ الكمية 20، الكمية مثلا 100. الكمية هي الحجم، الكمية هي الحجم، واضح؟ بده يكتب له العدد 100، العدد 20، ها؟ أما الكمية ما هي؟ الحجم. الكمية هي الحجم. فلما نقول عن الله ليس بمحدود يعني ما له كمية. شو يعني ما له كمية؟ يعني ما له حجم، واضح الكلام؟ لما نقول عن الله، انتبهوا ركزوا معي شوي، لما نقول لست بمحدود أو ليس بمحدود، مش معناته أنه ربنا مثل الغيوم ممتد ومتسع ومنتشر، لا لا لا، ليس هذا معناه. شو معنات لست بمحدود؟ يعني ما لك حجم، ليس لك حجم ولا كمية ولا مقدار. المقدار بمعنى الكمية يعني، انتبهنا؟ إذن الله منزه عن ذلك. فلما نقول ليس بمحدود يعني منزه عن الحجم والكمية، منزه عن شو؟ الحجم والكمية. هيدا معنى كلام أصول، كلام علماء الأصول ليس بمحدود. بعض الجهال شو بيخمنوا؟ شو بيظنوا؟ إنه الله ممتد إلى ما هو أبعد وأوسع من السماوات أو العرش، هذا كفر. اللي بيقول الله حجم وكمية ما إلها نهاية هذا كافر، هذا منه مسلم. لو قال حجم ما إله نهاية جعله حادثا، لما يقول حجم يعني جعله محتاج، مخلوق، ضعيف. رب العالمين ماذا قال في القرآن؟ فلا تضربوا لله الأمثال. إذا ربنا منزه عن كل ذلك. من جعل الشمس على ما هي عليه من الكمية والحجم؟ السماء. السماء والعرش والغيوم والجبال والبحار والأرض والإنسان، من جعل كل هذه المخلوقات على ما هي عليه من الكميات والأحجام والأشكال؟ فلا يشبه كل ذلك ولا يشبه شيئا من ذلك، واضح الكلام؟ وكل شيء عنده بمقدار. ويجب الاعتقاد أيضا
بأن الله منزه عن الاتصال والانفصال. ارجعوا للآية اللي ذكرناها هلا، فلا تضربوا لله الأمثال. لو كان متصلا بشيء أو منفصلا عن شيء كان له أمثالا كثيرة أم لا؟ وهذا لا يجوز على الله. وهيدي المخلوقات في الاتصال والانفصال على أنواع وأقسام. كيف؟ هلا نحن كلياتنا متصلون بالأرض، منفصلون عن السماء. طيب الملائكة الذين في السماوات متصلون بها، منفصلون عن الأرض. طيب الشمس والقمر منفصلة عن السماء وعن الأرض. الشمس والقمر والغيوم شو؟ منفصلة عن السماء وعن الأرض، لأنه هي وين؟ في الفضاء. طيب انتبه، إذا صار في جزء من المخلوقات متصل بالأرض، ما هيك؟ وجزء منفصل عنها، وجزء متصل بالسماء، وجزء منفصل عنها، وجزء منفصل عن السماء وعن الأرض. هذه صفات مين؟ الله منزه عن كل ذلك. هذا اسمه اتصال. هذا شو اسمه؟ وهذا شو اسمه؟ طيب هذا صفة مين؟ الأجسام. صفة الأجسام. الله منه جسم، الله منه حجم، الله لا يمس ولا يمس. ماذا قال ربنا في القرآن؟ لا مساسة. الله لا يمس ولا يمس، منه جسم منه حجم. لا هو كالإنسان حجم كثيف، ولا هو كالهواء حجم لطيف، لا هو كالإنسان والشجر والقمر والشمس. الشمس والقمر حجم كثيف، نعم جرمها حجم كثيف، بس ضوءها حجم لطيف. اللمبة حجم كثيف، ضوءها حجم لطيف. فالأحجام الكثيفة واللطيفة من الذي خلقها؟ فلا يشبهها. وشو الدليل من القرآن أنه في أحجام كثيفة ولطيفة؟ في آية واحدة بأول آية من سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. السماوات والأرض حجم كثيف، الظلمات والنور حجم لطيف. اسمعوا انتبهوا شو ماذا قال في الآية، وجعل. شو يعني خلق؟ والخالق لا يشبه المخلوق. إذن هو خالق الأحجام الكثيفة واللطيفة فلا يشبهها بوجه من الوجوه. فإذن هنا ماذا مر معنا؟ الانفصال والاتصال من صفات مين قلنا؟ الأجسام. الله منه جسم، فهو منزه عن الاتصال وعن الانفصال، وهو أيضا منزه عن الدخول والخروج، لأن الدخول والخروج صفة من أيضا؟ المخلوق. المجسمة المشبهة لما يسمعون نقول الله موجود بلا مكان، لا يصب بالحركة ولا بالسكون، لا بالاتصال ولا بالانفصال، لا بالدخول ولا بالخروج، شو بيقولوا المجسمة المشبهة حتى يضل الناس؟ شو بيقولوا عزعم؟ إذا نفيتم ربكم. على زعمهم يقولون إذا نفيتم ربكم. بماذا نرد عليهم؟ اسمعوا وانتبهوا، ركزوا معي. يقال لهم قبل أن يخلق السماوات والأرض والجهات والأماكن كلها كان موجود أم لا؟ بلى موجود، ما كان في مكان. فقبل أن يخلق المكان كان موجودا بلا مكان، وهذا ليس نفيا لوجوده. وبعد أن خلق المكان ما زال موجودا بلا مكان، وهذا ليس نفيا لوجوده. فكما صح في العقل، انتبهوا، كما صح في العقل وجود الله قبل خلق المكان والجهة بلا مكان ولا جهة، وهذا منه نفي لوجود الله، صح في العقل وجوده بعد خلق المكان والجهة بلا مكان ولا جهة، وهذا ليس نفيا لوجوده. وهيك المسألة الأخيرة بالرد فيها، يعني لما نقول الله لا يوصف بأنه داخل العالم أو خارج العالم، شو بيقولوا المجسمة؟ نفيتم ربكم. كيف بنرد عليهم؟ اسمعوا،
بتقولوا قبل أن يخلق العالم ما كان في عالم، لا سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولا عرش ولا فرش ولا خلاء ولا ملاء ولا فضاء، ما كان هذا المخلوقات كلها ما كانت موجودة. هل يقال عنه داخل العالم؟ انتبهوا حأرجع عيد، قبل أن يخلق العالم هل يقال عنه كان داخل العالم؟ ما كان في عالم. هل يقال عنه كان داخل العالم؟ وهل يقال عنه كان خارج العالم؟ وهذا منه نفي لوجوده. وبعد أن خلق العالم هو لا داخل العالم ولا خارج العالم، وهذا ليس نفيا لوجوده. واضح الكلام؟ لأنه لو لم يكن داخل العالم ثم خلق العالم فصار داخل العالم بعد أن خلق العالم لكان تغيرا، والتغير دليل الحدوث، والحدوث على الله محال. واضح الكلام؟ هكذا يقال. فإذا ربنا منزه عن كل صفات المخلوقين، والله سبحانه لا يتصور في العقل، العقل لا يستطيع أن يتصور الله. إذا كان في شيء بالمخلوقات صدقنا وآمنا بوجوده، مع أنه عقلنا ما بيقدر يتصوره، اللي هو شو؟ وقت مخلوق مضى لم يكن فيه نور ولا ظلام. أنا وياكم هلأ كلياتنا مع بعضنا لو غمضنا عيوننا، هل بنقدر نتصور وقت ما في لا نور ولا ظلام؟ هل نستطيع؟ لا. شو بنقدر نتصور؟ نور أو ظلام، أو نور وظلام حد بعضهم، ما هيك؟ أما وقت مخلوق مضى ليس فيه نور ولا ظلام، هل بنقدر نتصوره؟ لا. طيب هذا مخلوق وما بنقدر نتصوره مع أنه موجود كان، وجعل الظلمات والنور. أول المخلوقات الماء، ما هيك؟ مش النور والظلام، معناته مضى وقت مخلوق ما كان فيه لا نور ولا ظلام. أول المخلوقات الماء، ثم العرش، ثم القلم الأعلى، ثم اللوح المحفوظ، ما هيك؟ بعد ذلك خلق الليل والنهار، بعد ذلك خلقت شو؟ الأنوار، خلق النور وخلق الظلام. معناته مضى وقت مخلوق لم يكن فيه نور ولا ظلام. طيب صدقنا وآمنا، القرآن أثبت ذلك، وجعل الظلمات والنور. طيب يعني إلهم بداية، لكن من هن أول المخلوقات؟ أول المخلوقات الماء، يعني مضى وقت مخلوق ما كان فيه لا نور ولا ظلمات. هل هذا الوقت بنقدر نتصوره؟ لا. طيب مع أنه مخلوق ما بنقدر نتصوره، فمن باب أولى أن العقل لا يستطيع أن يتصور الخالق سبحانه وتعالى. آمنا وصدقنا بوجوده بلا كيف ولا مكان ولا جهة. شد الهمم في تحصيل العلم ومعرفة الدليل لنصرة الدين والحق، لنشر العلم والإسلام، لمكافحة الكفر بالعلم. سلاح العالم، سلاح العالم شغلتين، سلاح العالم شغلتين، شو هن؟ علمه ولسانه. بالعلم، بالعلم ينشر الحق والهدى بين الناس. لذلك شدوا الهمم، احضروا في مجالس العلم، احضروا في مجالس العلم، تقووا لتتعلموا وتعلموا غيركم، وتخرجوا بين الناس لنشر الحق والهدى. ختم الله لنا ولكم بكامل الإيمان، والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي. تحت عنوان ليس لله عديل، استمعنا وإياكم أحباءنا إلى المحاضرة الدينية الجامعة النافعة لفضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله.